بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل حين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم يسر وسهل أمورنا. طيب، هذا في هذا الفيديو، لا في هذا المقطع، سنتحدث حول نصائح توجيهات للأساتذة المقبلين على الترسيم أو المقبلين على التثبيت. طلبوا مني كثير من الأساتذة في التعليقات أن ندير لهم نصائح وتوجيهات، الأساتذة اللي دمجوهم واللي عندهم تثبيت وعندهم ترسيم في الشهر المقبل، ولا بداية من هذا الشهر، من شهر نوفمبر ستبدأ الترسيم والتثبيت. طيب، درناكم الفيديو الأول، هذا الفيديو رقم 2، رانا درنا الفيديو الأول، أعطينا نصائح مهمة. طيب، الأشياء اللي تكلمنا عليها في الفيديو الأول ما نعودوهاش في الفيديو الثاني، لذلك باش تستفادوا اكثر رجعوا للفيديو الاول، راح اخليه لكم في الاعلى في اعلى الفيديو في الاخير، ولا اخليه لكم في صندوق الوصف. طيب، بالنسبه للنصائح اللي نتكلم عليها اليوم، اول نصيحه نبدا بها هي هدوء التلاميذ. لابد تدرب التلاميذ تاعك من الان، قبل ما يجي لك المفتش وقبل ما يعطيك لادات تاع التثبيت تاع الترسيم، لابد من الهدوء في القسم وتسيطر على التلاميذ. مهما كان إلقاؤك للدرس جيدا، ومهما كان تحضيرك للدرس جيدا، ومهما كانت الاستراتيجيات اللي راح تديرها جيدة، إذا كان التلاميذ ما كانوش هادئين، وما كانش السكوت، وما كانش الصمت في القاعة، وكانت الفوضى، الخدمة تاعك ما تبانش. لذلك أغلب الأساتذة ما يحبوش يترسموا في السنة أولى الثانية، لأنه التلاميذ يزغدوا بزاف. علاه؟ لأنه الخدمة تاعك ما تبانش. لذلك الأساتذة اللي راحين يترسموا مع السنة أولى والثانية، أول حاجة تخمم فيها هي أنك تسيطر على التلاميذ والهدوء. الهدوء التام باش تبان الخدمة اللي تخدم فيها، ويبان العمل تاعك، والمفتش يتبع وينصت، والأساتذة واللجنة تتبع. إذا كان الضوضاء وكثرة الحركة، والتلاميذ يتكلم من تلميذ يتكلم من، والتلميذ ينوض بدون استئذان ويتكلم بدون استئذان، الخدمة تاعك ما تبانش، لأنه أول حاجة ماكش مسيطر على التلاميذ. لذلك نوصي الأساتذة بارك الله فيك اللي راح يثبتوا وراح يديروا لهم ترسيم، سيطر على التلاميذ، دير معاهم قواعد، ممنوع يتكلم بدون رفع الاصبع. وانا راني مجرب هذه الطريقه منذ سنوات. تلميذ يحب يتكلم، يحب يروح للمرحاض، يحب يجاوب، يحب يدور للخلف، يحب يتكلم مع زميله يرفع صبعه، يحب يفتح المحفظه ولا يرفض حاجه من الارض، لابد يرفع أصبع تاعه. وهذا أدب من أدب الإسلام، اللي هو الاستئذان. إذا علمنا التلميذ الاستئذان في كل شيء، رانا نجحنا نجاح ما شاء الله. لذلك باش يكون الهدوء في القسم تاعك، ويكون السكينة، وتبان الخدمة تاعك، ويبان كلش في الموضع تاعه، ويكون الدرس رائع، الهدوء. ضع قواعد مع التلاميذ تاعك، عرف كيفاش تسيطر عليهم. لابد الهدوء، ما تخليش التلاميذ يديروا لك الضوضاء ويتكلموا كما يبغوا وينوضوا كما يبغوا. لابد كل حركة تكون بالاستئذان ورفع الأصبع دون كلام، رفع الأصبع فقط. هذه نقطة مهمة جدا. طيب، النقطة الثانية اللي حبيت نتكلم عليها كذلك، اختيار الاستراتيجية المناسبة. وهذه للأسف يغفلها كثير من الأساتذة وكثير من المعلمين. طيب، أحيانا الأساتذة لما نكونوا في بداية الموسم الوظيفي تاعنا، ولا في بداية العمل، ولا يكون أستاذ جديد، يكون يخدم بهذه الاستراتيجيات، ولا أحيانا في الترسيم ولا في التثبيت، ولا تكون عندك ندوة ولا تدير الاستراتيجيات، لكن مع مرور الزمن نغفلوا هذه الاستراتيجيات، نبداو نديروا الدرس هكاك بدون استراتيجية، وهذا من الخطأ. لابد من اختيار الاستراتيجية المناسبة للدرس. كاين استراتيجيات خاصة بالرياضيات، كاين استراتيجيات اللي تجي في الرياضيات فقط، كاين استراتيجيات اللي تجي في اللغة فقط، كاين استراتيجيات اللي تجي في التربيه الموسيقيه والتشكيليه فقط، وكاين استراتيجيات اللي عامه تصلح باش ديرها في اللغه ولا في الرياضيات ولا في مواد اخرى. المهم
الملاحظة اللي هنركز عليها، اختر الاستراتيجية. ما هي الاستراتيجية اللي راح تدير بها الدرس؟ طيب، في الترسيم وفي التثبيت عندنا ثلاث دروس: درس في اللغة، درس في الرياضيات، ودرس في التربية في مواد الإيقاف. طيب، دو بريفيرونس إذا حبيت تثبت أنك أستاذ متمكن وراك فاهم واش راك تدير وراك تاكل على روحك وواثق في نفسك، اختر استراتيجية للغة، واختر استراتيجية في الرياضيات، واختر استراتيجية في مواد الإيقاف. و il vaut mieux de préférence، من الأفضل تكتب هذه الاستراتيجية في المذكرة. قال سألقي الدرس، ولا في ألقي الدرس تاع اللغة باستراتيجية الفلانية، تذكرها باسمها، عندها كل استراتيجية عندها اسمها. سألقي درس الرياضيات بالاستراتيجية الفلانية. ممكن تستعمل أكثر من استراتيجية في إيقاع الدرس. مثلا في الرياضيات نقدر نستعمل زوج استراتيجيات ولا ثلاثة في الرياضيات، فهمنا؟ وتذكر اسم الاستراتيجية في التحضير في المذكرة تاعك. ما تنساوش الاستراتيجيات مهمة جدا باش يعرفك بلي المفتش راك متمكن ويعرفك بلي اللجنة راك متمكن. اذكر اسم الاستراتيجية التي ستعمل بها. طيب، إذا كنت ما تفهمش بزاف، طيب فيديو بما خرجناش ما نقدروش نذكروا الاستراتيجيات في هذا الفيديو. ممكن نتكلموا على الاستراتيجيات في فيديو آخر، وأنواع الاستراتيجيات، والراهي التي تصلح للرياضيات فقط، والراهي المهم حنا هنا رانا نمدوا في النصائح. لا تهمل الاستراتيجية، اذكر الاستراتيجية اللي راح تدير بها الدرس تاعك. طيب، إذا كنت ماكش متمكن في الاستراتيجيات وما تعرفش الاستراتيجيات وما تفهمش فيها بزاف، اختر استراتيجية عامة دير بها اللغة والرياضيات ومواد الإيقاف، استراتيجية واحدة. لكن ما تغفلش عليها، ممكن يعطيك سؤال المفتش يقول لك ما هي الاستراتيجية اللي تخدم بها. لذلك اضرب طلع في الاستراتيجيات واختر الاستراتيجية اللي دير بها الدرس تاعك. طيب، الملاحظة المهمة أو الملاحظة الموالية، الملاحظة الموالية، بعض الأساتذة في الترسيم ولا في التثبيت شي يديروا، هذه أغلب الأساتذة يديروها، يخلي التلاميذ الممتازين تاوعو ويزيد يجيب التلاميذ الممتازين تاع القسم الثاني، هو مثلا هو سنة الرابعة، يخلي الممتازين ويزيد يجيب الممتازين تاع الرابعة تاع القسم الآخر ويدير التثبيت. لا، هذا عمل ما نقولوش لا أخلاقي، ولا نقولوا أقل ما يقول نقولوا لا ينبغي. خلي قسمك كما راه، خلي قسمك كما راه، وخلي تلاميذك كما راه، وخليهم يعيشوا الحدث عادي، وعيش الحدث معهم عادي. لذلك ليس لا ينبغي أنك ما تحضرش بعض التلاميذ نظرا لأنهم ما يقراوش مليح ولا ما يشاركوش ولا لا، هذا لا ينبغي. وممكن يفيق لك المفتش ولا المدير ولا واحد يخرج الهضره وتعشي في سين وجيم. لا، خلي قسمك كما راه، وخلي تلاميذك كما راه، واشركهم كامل في الدرس تاع التثبيت وفي الدرس تاع الترسيم، وما تجيب حتى تلميذ اخر جديد. خلي تلاميذك باش تثبت وتبين بلي راك قادر على روحك وراك عارف روحك شنو دير. طيب، امر اخر، بالنسبه لاختيار الدرس، مثلا في اللغة العربية، اللغة العربية كاين اللي يختار فهم المنطوق، كاين اللي يختار تعبير شفوي، كاين اللي يختار التراكيب، كاين اللي يختار السياق. طيب، أفضل حل أو أفضل اختيار هو اختيار قراءة مع تراكيب نحوية، ولا قراءة مع صرف دو بريفيرونس، لأن القراءة لا ميطو تاعها سهلة، وتراكيب نحوية لا ميطو تاعها سهلة، ولا فهم المنطوق. المهم اختر الدرس اللي يجيك سهل، اختر، شوف انت راحتك وين راح تكون، وعنوان الدرس شو هو، واختر الاستراتيجية اللي تخدم بها ودير الدرس تاعك عادي. طيب، امر اخر او ملاحظة اخرى، هي انه في الاجوبة ما تركزش على الاسئلة اللي بتركزش على التلاميذ اللي رافعين اصبعهم، ما تركزش على التلاميذ اللي رافعين اصبعهم، خلي التلاميذ اللي ما رفعش صبعه هو يجاوب باش المفتش راه يشوف واللجنه راهي تشوف. ماشي دائما غير التلميذ اللي يرفع صبعه تعطي له الكلمه، لا، احيانا التلميذ اللي ما رفعش صبعه اعطي له كلمه، ممكن يعطيك شيء، ممكن عنده الكلمه وما رفعش صبعه. وما تركزش على نفس العناصر، ماشي غير احمد ومشي غير سلسبيل ومشي غير ماريا، لا، اشرك جميع التلاميذ سواء اللي رفع صبعه واللي ما رفعش صبعه. ما تركزش على بعض العناصر وبعض التلاميذ، وما تهملش اللي ما يرفعش صبعه، بل اشركهم الجميع، وحاول دير
دوران الكلمة على جميع التلاميذ. هذه أبرز الملاحظات اللي حبيت نمدها لكم اليوم. مازال فيه فيديو مقبل، راح ندير لكم في كل مرة فيديو فيه ملاحظات وفيه تنبيهات حول تثبيت وترسيم الأساتذة. اللي عنده سؤال استفساري خليه لي في التعليقات، اللي راه محتاج لمساعدة ولا تنبيهات ولا إعانة حول الترسيم والتثبيت ولا أي أمر يتعلق راه ما صابلوش حل، يتصل بيا ممكن نقدم له مساعدة إن شاء الله ونعاون أخواتنا. بارك الله لي ولكم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.